من جديد تناور الأحزاب السياسية وتلتف حول مطالب تشرين وأهمها قانون انتخابات عادل يضمن تمثيلا حقيقيا لأصوات الناخبين. فبعد التسوية السياسية بشأن قانون الانتخابات والقفز على مطلب الدوائر الانتخابية الصغيرة بأخرى متوسطة، تتجاهل الأحزاب اليوم اعتماد البطاقات الانتخابية البيومترية الطويلة الأمد التي تعتمد بصمات العينين واليدين تمهيدا لتزوير الانتخابات القادمة. مصادر خاصة كشفت ليو تي في أن تفاهمات جرت بين 5 كتل سياسية أصرت على عدم اعتماد البطاقة الانتخابية البيومترية، مؤكدة أن التوافق حول موضوع الدوائر الانتخابية لمصلحة الكتل الكبيرة رافقته صفقة خطيرة أخرى تسعى إلى تزوير أصوات مناطق بأكملها لصالحها أيضا. يقول خبراء قانونيون إن من أهم وأخطر أنواع التزوير هي المتمثلة بحشو الصناديق وعمليات التصويت بالإنابة، مع عدم استخدام مطابقة البصمة عند استخدام بطاقة الناخب الإلكترونية غير البيومترية، كاشفين عن قنبلة موقوتة وضعتها الأحزاب داخل قانون الانتخابات تتمثل في بند ينص على أن المحافظة التي لا يصل فيها تحديث سجل الناخبين على البطاقة البيومترية إلى نسبة 75% من ناخبيها فإن الانتخابات ستجرى فيها وفقا للبطاقة الإلكترونية القديمة القابلة للتزوير. مصادر نيابية كشفت بدورها عن فقدان نحو 3 ملايين بطاقة من النوع القديم تتوزع بين المحافظات التي استعيدت من تنظيم داعش وهي الأنبار وكركوك ونينوى وصلاح الدين. ثبتت أسماء أصحابها في سجلات الناخبين لكنها لم تصل إليهم، في حين يؤكد مواطنون من تلك المحافظات أن مكاتب المفوضية تعرقل تحديث سجلاتهم بالاتفاق مع بعض الأحزاب المتنفذة. قطع الطريق أمام الكتل التي تعول على تزوير إرادة الناخبين هو باستلام البطاقة البيومترية يؤكد قانونيون، مطالبين البرلمان بإلزام مفوضية الانتخابات بإكمال تحديث ما نسبته 75% من سجلات الناخبين، وإلا فإن البلاد مقبلة على مشهد انتخابي لا يختلف عن سابقيه في الانتخابات الماضية.